وفي شأن آخر، قام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزيارة إلى موسكو لإجراء مشاورات حول الأزمة السورية وتطورات المنطقة. وأكد ظريف خلال محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن إيران تولي أهمية فائقة لعلاقاتها مع موسكو في المجالات السياسية والعسكرية، مؤكدا على المواقف المشتركة للبلدين في الأزمة السورية. إن طهران تولي أهمية فائقة لعلاقاتها مع موسكو. إن الاتفاق النووي سيترك تأثيرا إيجابيا كبيرا على العلاقات بين البلدين. خلال المشاورات مع السيد لافروف بحثنا بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. إن رفع العقوبات المفروضة على طهران سيزيل كافة العقبات التي تقف في طريق التعاون التجاري والاقتصادي مع موسكو، بما في ذلك في مجال النفط والغاز. روسيا ترفض دعوة بعض الأطراف لرحيل الرئيس السوري بشار الأسد. موقف موسكو من الأزمة في سوريا لم يتغير منذ البداية، والحل في سوريا سياسي ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي.